يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول أحد مدرسي اللغة العربية وهو يشرح مادة البلاغة: إن الله عبر بالجزء وأراد الكل، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا يجحد إثبات الوجه لله، ويقول وجه الله أي الله، ويبقى وجه ربك أي ربك، فهذا كلام باطل، هذا تحريف وتأويل. الوجه غير الله، الوجه صفة ذاتية وليست هي الله عز وجل، هذا حتى في المخلوقين والحيوانات، هل الوجه هو نفس الإنسان أو نفس الحيوان؟ هذا من الكذب على اللغة والكذب على الله وعلى رسوله. نعم.